اهلا بكم من جديد. نبدا في اذاعه الجزء الاول من الحوار الاخير لقداسه البابا شنوده. واسمحوا لي ان انا ارحب بضيوفي. اولا استاذ كمال زاخر، منسق العام للطيار العلماني، والمستشار امير رمزي النائب طبعا في مجلس الشعب. لا انا مش نائب. انت مش نائب صح؟ انا رئيس محكمه. انت رئيس محكمه صح؟ اخويا هو النائب. اخوك. انا بقيت الشبه كله بقى زي بعض. وعضو المجلس القومي للعداله الوطنيه، اهلا بيكم. واسمحوا لي ابدا بتعليقات سريعه قبل ما نبتدي الحوار. اتفضل. هو انا ما زلت اعتقد انه البابا شنوده لم يكتشف بعد، مش بس الجانب الانساني ولكن الجانب الوطني ايضا، لان تم التركيز على بعض النقاط، لكن ما في جعبه هذا الرجل كثير، وربما اللي هنشوفه النهارده هيقول كده. لكن الظرف السياسي والصراع السياسي وهذا الصراع الذي دخل فيه منذ 72 في اللحظه التي جاء فيها، وهي كانت لحظه مرتبكه، الى اللحظه التي رحل فيها وايضا كانت لحظه مرتبكه، تحتاج منا بعد ان تهدأ العاصفه والارتباك اللي احنا بنعيشه الى اعاده اكتشاف هذا الرجل من جديد، ربما لصالح هذا الجيل وللاجيال القادمه. امير، انت كنت موجود فعلا؟ انت بتقولي انك كنت موجود في هذا الحوار. بس كنت ورا الكاميرا. ورا الكاميرا. ايه اللي كان انت انا عارفه ان دايما كان على يميني في ناس كتيره، بس مش بعرف الناس دول مين. هو قداسه البابا خاصه فتره حادث كنيسه القديسين وما بعدها، كان عنده سلسله من اللقاءات، كان كل يوم الناس بتيجي تعزي ما بين وزراء ما بين شخصيات عامه. وبعدين كان تسجيل حضرتك كان بعد الحادث يمكن باسبوعين او ب 20 يوم في الرينج ده. احنا كنا معاه يومي. وبعدين اتذكر كويس قوي لقداسه البابا بان هو يعني كان مهتم بالحديث ده، وبعديها حتى في تواضع شديد جدا خرج كده، كنت واقف انا وكان معايا حد تاني، قال ايه رايكم في نقول له يا سيدنا كلامك حكم دايما. يعني هو كان طبعا كان وقت كنا كلنا منزعجين فيه، الحادث كان بشع، وكنا في انتظار لخبر بان في تجمعات شديده جدا يوم 25 يناير و26 25 و28. يعني كان كلنا كنا مترقبين ايه اللي هيحصل في هذا الوقت. قداسة البابا كان كل ما يشغله في هذا الوقت بالذات ما بعد الحادثة والوضع اللي حصل، اساسا احنا دايما كنا بنتكلم على العدالة الاجتماعية. يعني دي كانت قضية عايش فيها قداسة البابا مع الحكومة أساسا في هذه المشكلة، فتلاقي حتى في هذا الحديث صحيح. بيتعرض للأمور دي. طيب احنا هنبدأ الجزء الأول من هذا الحوار. الجزء الأول بيتكلم فيه البابا شنودة على حادث كنيسة القديسين. هتلاحظوا ان هو في غضب مكمون، يعني مكتوم داخل البابا شنودة. وهتلاحظوا حتى تعليقاتي ان انا حاسة بهذا الغضب. انا دايما كنت بشوفه كتير، لكن من المرات القليلة اللي انا شفته بهذا الغضب، طبعا عقب احداث المؤسفة لكنيسة القديسين. واتكلم على اقباط المهجر، اتكلم على الاتهامات بتدويل القضية، اتكلم على اشياء كثيرة جدا. نشوف هذا الجزء ونرجع نعلق عليه ثم نتابع هذا الحوار، الحوار الأخير والذي يداعى لأول مرة لقداسة البابا شنودة الثالث. مساء الخير. ما بعد الأسكندرية وحكم نجع حمادي، كيف يمكن أن نخطو بالعلاقات المصرية المصرية المسلمة المسيحية إلى بر الأمان في هذا الوطن؟ كيف يمكن أن نتعامل معها بجدية بدون أن نستهين بما يحدث ودون أن نهول لما سيحدث؟ أحمل أسئلتي إلى رجل حكيم يجلس على رأس الكنيسة الأرثوذكسية منذ 40 عاما، البابا شنودة الثالث، بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية. وهذه ليست المرة الأولى التي ألتقي بها، بل ربما تكون المرة الرابعة، وفي كل مرة أحاول أن يعني آتي له بأسئلة جديدة، ربما نحصل على إجابات جديدة من رجل شديد الحكمة. مساء الخير. أهلا وسهلا. أولا الحمد لله على السلامة من رحلة العلاج في الولايات المتحدة. الله يسلمكم جميعا. كيف كان الحال بقى؟ أنا قلت للناس بلاد الغرب ممكن دلوقتي نسميها بلاد البرد. برد، الدنيا كانت برد يا قداستك. برد شديد جدا، لكن الأماكن اللي احنا فيها كانت مكيفة يعني. لكن الصحة، طمنا الأول على الصحة وطمن المصريين على صحة حضرتك. نشكر ربنا الحال عال الحمد لله.
قداسة البابا، هل التقيت في أثناء رحلتك الأخيرة بأبنائك من أبناء المهجر؟ لا، ناس جم يسلموا ويطمئنوا على صحتي بس. بس لكن ما كانش فيه يعني لقاءات مع بعض أقباط المهجر، بعض المنظمات من أقباط المهجر وما إلى ذلك؟ ما كانش فيه. أنا ذهبت للعلاج وليس للقاءات. سمعت مؤخرا عن مجموعة من الجمعيات القبطية من أقباط المهجر يحاولون أو يطالبون بتدويل الملف القبطي، وكانوا منذ أيام في شهادات في الكونغرس الأمريكي يطالبون بلجنة دولية للتدخل لعلاج المشكلة القبطية. ما رأيك في ذلك؟ ما دام الأمر هكذا يبقى الموضوع مدول فعلا وليس في حاجة إلى أقباط يدولونه. إزاي يا قداسة البابا؟ يعني الأخبار التي تحدث في مصر يسمعها ويعرفها العالم كله، ليست محتاجة إن ناس يقولوا يا جماعة أخبرنا كده. الأخبار كلها بتوصل، لأن دلوقتي لا يوجد حدث من الأحداث ممكن أن نسميه حدثا محليا. دلوقتي كل الأحداث عالمية، تمام، بيعرفها الكل ويعلق عليها الكل، والبعض يأخذ منها إجراء دون أن يتدخل أقباط المهجر في شيء. لكن قداستك، هناك فرق بين أخبار بتنشر في الصحف وعلى الإنترنت وفي التلفزيونات وبين لجنة دولية تأتي لتحقق في قضية مصرية داخلية. ودي احنا مالنا بيها؟ أيوة، ما هذا هو ما تطالب به هذه الجمعيات، أن تكون هناك لجنة دولية يعني تحقق في هذا الأمر وتحقق في الملف القبطي. فكركم اللجنة الدولية دي بسبب طلب الأقباط، ولا هي من نفسها تكونت بسبب الأحداث؟ لا، يعني ما فيش لجنة دولية تكونت بسبب الأحداث، ولكن هناك مطالبات من أقباط المهجر بإيجاد هذه اللجنة الدولية. وأنا بسأل حضرتك، هل توافق على وجود هذه اللجنة ولا شايف أنها تدخل في أمر داخلي؟ ممكن حضرتك تكون بتؤيد هذه اللجنة، أنا ما أعرفش، أنا بسمع رأي حضرتك. في فرق بين أمر داخلي عادي وبين حدث بيهز الضمير العالمي، ده شيء وده شيء. يعني لما العالم يبص يلاقي في العراق مذبحة قتل فيها حتى الأطفال، هل هذا الأمر نعتبره أمر داخلي ولا حدث بيهز الضمير العالمي؟ كذلك لما يبصوا يلاقوا في رأس السنة والأقباط محتفلين بعيد رأس السنة و24 واحد يتقتلوا وأكثر من 80 أو 90 يجرحوا وبعضهم في إصابات خطرة، هل ده نقول عليه شأن داخلي أم حدث خطير بيهز الضمير العالمي؟ هو بالتأكيد حدث إرهابي، لكن هو سؤالنا، هل هذا الحدث الإرهابي حضرتك موافق على مطالبة جمعيات أقباط المهجر بإيجاد لجنة دولية تيجي تحقق في هذا الموضوع، ولا يكون التحقيق في داخلي؟ كلميني عن اللي أنا فعلته، مش عن رأيي يحصل ولا ما يحصلش. لا، ما هم دول، هل أنا طلبت بشيء؟ خلينا ساكتين على كده. لكن إيه اللي بيجرى في العالم أنا لا أتحكم فيه؟ لكن دول أبنائك يا قداسة البابا، دول أبناء الكنيسة. يعني شوف، أنا عايز أقول لك على حكاية أبنائي دي. الناس اللي في المهجر لهم عقلية تختلف بعض الشيء عن عقليتنا. دول الناس عايزين عايشين في بلاد تعطيهم الحرية
أن ينتقدوا حتى رئيس الجمهورية عندهم. نعم. حدش يقول لهم حاجة. تمام. أنا أقول لهم بس يا ولد مفيش حد يتكلم، يقولوا لي بقى احنا في بلاد الحرية وانت هتكمم أفواهنا، إذا كنتوا انتوا مش قادرين تتكلموا في مصر سيبونا احنا نتكلم بره. بيبقى موقفي ضعيف أمامهم. يبقى موقفي ضعيف أمامهم، ما أقدرش أحكم في كل الشباب المهجر وأمشيهم بالريموت كنترول، ما أقدرش. شوفي ماذا يضير الدولة إنها تحقق في هذه الأمور؟ ما هي الدولة بتحقق في هذه الأمور، لكن يضير الدولة أن تكون هناك لجنة دولية تأتي إليها من الخارج لتحقق في هذا الأمور، في هذه الأمور. تقول لهم أنتم ملكوش دعوة وخلينا احنا ساكتين. ألا شوفي أقول لك على حاجة. يصلح للدولة أمران. نعم. الأمر الأول عدم التغطية على الأحداث. ما هو في النهاية التحقيقات تمت، الإحالة تمت، والمحكمة عاجلة جدا خلال أيام، وبالتالي الدولة المدنية أخذت مجراها وعملت بجد، وهناك قضاء، هناك قضية، هناك محكمة. أحب بكلمك بصراحة أيضا. بصراحة يا قدستك، من ضمن الأخطاء الموجودة في بلادنا بطء الإجراءات. بطء الإجراءات. يعني في نجع حمادي القضية كانت واضحة جدا من البدء، إنسان مسجل خطر قتل ناس، والرصاص اللي في أجساد القتلى هو الرصاص بتاع بندقيته، والرصاص اللي في أجساد الجرحى هو الرصاص اللي في بندقيته، ويستمر التحقيق أكتر من سنة عشان يصدر. ده لو كان الأمر ده صدر من أول شهر كان ريح الناس. لكن في النهاية العدل أخذ مجراه والقضية حكم فيها بالفعل. كلمة في النهاية معناها إلغاء عامل الصبر طول المدة دي ونتائج تأثيره على النفس البشرية. ناس مجروحين إن أولادهم اتقتلوا في يوم عيد بلا ذنب، نقول لهم استنوا لما ناخد راحتنا في القضاء شهر شهرين 10 12، وبعد يعني برضو مراعاة مشاعر الناس ده أمر جوهري. مراعاة مشاعر الناس ده أمر جوهري. يعني ثم أيضا هذه المحكمة ما كانش أمامها قضايا عديدة يعني بتنظر فيها. قضية بسرعة تشتغل، لكن كون أنها تتجاهل مشاعر الجماهير هذا الزمن الطويل أمر غير مقبول. طيب أعود مرة أخرى إلى أقباط المهجر وأسأل حضرتك تاني، يعني ألا ترى أن هذه الدعاوي بتدويل القضية وبإيجاد لجنة دولية ده بيثير مرة بيثير غضب الأغلبية من المسلمين، وإن هناك من يحاول أن يتدخل في شؤون داخلية مصرية؟ هل كل شيء يحدث نلقي عبئه على أخبط المهجر بدون تحقيق؟ لا يعني معلش اتفضل. يعني الضمير العالمي يتعب من أحداث معينة فيعلق أو ياخد إجراء نقول ده أخبط المهجر؟ بأي حق وبأي عدل ننسب كل مشكلة إلى أخبط المهجر؟ لا بس في هذه القضية هناك ده واضح، يعني هذه المنظمات في المهجر طالبت بلجنة دولية للتحقيق في هذه القضية. طب أو في الملف القبطي. أسألك يعني سؤال تاني. تفضل. الاتحاد الأوروبي هو ده في أوروبا. نعم. مش في أخبط أمريكا. نعم.
وأخذ موقف يبقى أقباط المهجر. أقباط المهجر هم اللي حركوا الاتحاد الأوروبي؟ لا طبعا. ماشي، نقول أقباط المهجر عشان تسلك في السياسة؟ لا يعني مش للدرجات دي يعني. معلش، حاجة تاني، كون ان بابا روما انفعل بالامر، انا عارف انك هتخش في الموضوع، انفعل بالامر وقال كلام، نقول اخبط المهجر هم اللي حركوا بابا روما. ماذا حرك بابا روما قداسة البابا؟ وهو يختلف كثيرا عن الكنيسة الارثوذكسية في احوال كثيرة وينتقدها كثيرا ايضا. ليكن، لكن الضمير الشخصي من أجل القتلى اللي حصلوا حركوا إنه يتكلم على المسيحية بوجه عام. ثم أيضا اللي ضربه في العراق ما كان برضو كاثوليك، وفهم الطفل الكاثوليكي اللي كان خطرا على أمن العراق فقتلوه وتم شاف 3 أشهر اللي. بس غريبة أن بابا الفاتيكان يعني ما بي لا يتحرك أو لا يتحدث عندما يضطهد المسيحيين في القدس مثلا في إسرائيل. أنا ما أعرفش هل هو أكلم ولا لا، لكن الأحداث اللي حصلت صعبة أكتر من هناك، لأن هناك 2 بيخبطوا بعض. أما الأحداث اللي حصلت في العراق وفي مصر ما فيش 2 بيخبطوا بعض، ده ناس مظلومين مساكين بيتضربوا وهم بيصلوا. جرى لهم إيه؟ عملوا إيه؟ أساءوا لمين؟ هل رد الفعل لهذه الحادثة في الأسكندرية لم مش يريح البابا ولكن يعني لم يكن كفاية بالنسبة لقداستك؟ هذا رد الفعل العالي جدا من كل الدولة ومن الشعب ومن الناس ومن الناس بجميع أشكالها وبجميع طوائفها، ألا ترى أن هذا رد الفعل ده هو بيان على غضب وبيان على رفض وبيان على ومن الإعلام من كافة وسائل الإعلام الحقيقة؟ نحن نشكر كل هؤلاء من قلوب ولا ننكر إطلاقا أن الجميع تعاطفوا معنا في حادث الإسكندرية، لا ننكر، لكن هذا لا يمنع الحزن من أجل أشخاص قتلوا. هو الحزن المصري عموما، حزننا جميعا لأنه حادث يمسنا طبعاً. جميعا طبعاً. وما تنسيش حاجة، إن في لجنة قبطية تكونت علشان علاج المصابين، نعم، وتحملت عبء ضخم جدا جدا من المال ومن الاهتمام. كل فكرك، كل هذه الخسائر لا تحرك الضمير العالمي؟ قداسة البابا لم تقابل موريس صادق في واشنطن أو في الولايات المتحدة عندما كنت هناك؟ ولا أعرف شكل موريس صادق ولا شفته ولا قابلني، ما أعرفوش. بس سمعت عنه؟ أسمع عنه لكن ما شفتوش، ما أعرفوش. يعني لو جه وسطين ثلاثة ما أعرفش مين فيه هو من فيه. هل صحيح أنه طلب لقاء قداستك وقداستك رفضت أم أنه لم يطلب؟ لا هو طلب ولا أنا أعرفه، مجرد كلام صحفي بيلقى بلا مبالاة. موريس صادق طبعا هو أحد برضو الأقباط الذين وصلوا في مطالبتهم بدولة قبطية، ما ردك على ذلك؟ ده اتجاه فردي لشخص بيتكلم بصفته الفردية، لا تسنده مجموعات قبطية ولا تسنده الكنيسة القبطية ولا تسنده الكنيسة القبطية. طبعا عمر الكنيسة القبطية ما فكرت بحاجات زي دي عمرها. أعود تاني لبابا الفاتيكان وما قاله بابا الفاتيكان في أعقاب حادث الأسكندرية، وأغضب الكثيرين
حتى أن الأزهر قطع الحوار مع حوار الأديان مع الفاتيكان. ما رأيك في ذلك؟ الأزهر حر في قراراته وأنا لا أناقش قرارات الأزهر، لكن أحب أن أقول موضوعيا أن قطع العلاقة مش هو علاج للمشكلة. يعني بابا الفاتيكان بيقول موضوعات 1 2 3 مثلا، نناقش الموضوعات مش نقول العلاج ان ده تدخل ونقطع العلاقات. يعني ربما كان ذلك رد فعل لشعور الأزهر والدولة بأن هناك تدخل في الشأن المصري، لذلك أنا لا أناقشهم في قراراتهم، بس أقول مش هو ده العلاج. بالعودة لموريس صادق مرة أخرى، قداستك قلت أنه يعبر عن رأي فردي ولا تسانده الكنيسة القبطية، الكنيسة المصرية، لماذا إذن لا يتم خلعه أو شلحه أو يعني إخراجه من الكنيسة إذا كان قد تجاوز حدودا يعني ربما تكون غير مقبولة؟ أنتوا عايزيني أتحول من بابا إلى دكتاتور؟ كل واحد يتكلم أقطعه وأجزره وأموته وأبعده، كل واحد حر في تصرفاته، لكن أنا مقفش أراقب الناس وأشوف كل واحد يخطئ أحكم عليه، مش معقول الكلام ده. لكن قداستك بالفعل حكمت على بعض الناس بذلك، منهم آخرهم جورج بيباوي مثلا. أنا لم أحكم على جورج بيباوي، إنما هو حكم على نفسه. كيف يا قداستك؟ هقول لك كيف. جورج بيباوي كتب السي في بتاعته عن حياته، فقال إنه في وقت من الأوقات انضم للكنيسة الإنجليزية وهي اللي جوزته هناك، وإنه بعد كده انضم للكنيسة الروسية من قيمة 22 سنة، وما قالش إنه انضم للكنيسة القبطية بعد كده. فمفروض إنه هو بعد ما قعد من الكنيسة الروسية هذه السنوات الطويلة وعايز ينضم للكنيسة القبطية يقدم طلب للكنيسة القبطية يقول عايز انضم لكم. صحيح هو بدأ عندنا لكن تركنا، وكاتب ده بنفسه في السي في بتاعته وانه كان منضم للكنيسة الروسية، فاحنا ما اعترفناش انه بقى عضو عندنا. لكن مؤخرا القضاء يعني قال أن جورج بيباوي لا يجب أن يطرد من الكنيسة، والقضاء الإداري قال أن الكنيسة تخضع في النهاية لسلطة القانون، وجميع قراراتها بعزل أساتذة اللاهوت أو القساوسة هي قرارات إدارية تخضع للرقابة القضائية. ما رأيك في ذلك؟ هذا خلط بين القرارات الإدارية والقرارات الكنسية. نحن نخضع للقانون في كل الأمور المدنية، لكن في إجراءاتنا الكنسية وعلاقتنا بالكهنة بتوعنا وعلاقتنا بالمؤمنين داخل الكنيسة من ناحية كنسية مش من اختصاص القضاء إطلاقا إطلاقا إطلاقا. هذا أنا ناقص بقى لما واحد عايز يتناول ومنوع من المناولة يرفع علي قضية ويقول لي ده منعني من المناولة. مش للدرجة دي يعني. لا، ممكن كل الأمور بتتطور، ومفروض إن القضاء يمشي في الأمور الإدارية، لكن الأمور الكنسية دي مش من شأنه. لا يعني القضاء زي مثلا المسلمين، نعم، في صومهم في زكاتهم، ممكن القضاء يقول له تصوم ولا ما تصومش؟ لا، بس القضاء ممكن يقول لواحد يتعزل او ما يتعزلش. لا، قولي لي يعني يتعزل. يتعزل يعني مثلا، ما هو هنا احنا بنتكلمش على قضيه صيام وزكاه او صيام واداء فريضه، احنا بنتكلم على شخص انتم عزلتوه او خلعتوه من الكنيسه. طيب هم مالهم؟ هم مالهم؟ هو الراجل رفع قضيه، والراجل لجأ للقضاء المدني. طب استنى، القضاء قال ايه؟ انه يبقى عضو.
طب افرض ان احنا لم نعامله كعضو يرفع قضية تاني. وقال ان هو لم ينل حقه من الدفاع عن نفسه داخل هناك الكنيسة. فرق بين انسان يضبط متلبسا بذات الفعل وبين انسان مش متلبس بيدافع عن نفسه. ده انسان كاتب في سيرته الذاتية انه منضم للكنيسة الروسية. وبالتالي فأنتم لن تنفذوا حكم القضاء بشأن جورج بيباوي. يا بنتي أنا مش عارف ما هو حكم القضاء. بإعادته للكنيسة أو برفض خلعه من الكنيسة. يعني إيه إعادته للكنيسة؟ يجيني يقول لي اقرأ لي التحليل أقول له لا. يرفع علي قضية يقول للبابا لما ما أقرأ ليش التحليل. ولا يضيقك قداسة البابا انه يتقال ان الكنيسة تحاول ان تكون فوق القانون وانها لا تنفذ الاحكام؟ يعني شوف كلمات الاثارة دي. لا مش اثارة، انا بسأل قداستك وانت كلمات الاثارة دي صدرك رحب. يعني كلمات الاثارة لا تثيرنا. كلمات الاثارة لا تثيرنا، واحنا عارفين كل كلمات الاثارة. دول دولة داخل دولة كلمة اثارة. دول بيستقوا بالخارج كلمات إثارة. دول ما بينفذوش القانون كلام إثارة. وكل الكلام ده لا يوجد ما يسنده من الواقع إطلاقا، لكن إثارة وتهيج الناس على الأقباط. ده أكيد ما حدش عايز يهيج الناس على الأقباط. نعم. أكيد ما فيش يعني رغبة أن حد يهيج الناس على الأقباط، بالعكس الناس عايزة تعيش في سلام. لا الكلام ده كلام إنشاء نكتبه في موضوع الإنشاء، لكن عمليا الكلام ده يثير ولا لا؟ أنت فكرك الناس اللي بينقلبوا على الأقباط دول بينقلبوا من فراغ، من شحن شحن مستمر، سواء في الصحف أو في الإعلام أو في الإدعاءات من كبار المفكرين من الجانبين. يقولي الإمامة من الجانبين، دي برضو نوع من الموسيقى الشعبية اللي بنشوفها الوقت. قداستك لا ترى أن هناك من الجانبين أطراف بتحاول إثارة الفتن احيانا، وان هناك تطرف من الجانبين في بعض، في الجانب هنا في جناح متطرف وهذا، وفي الجانب هناك في جناح متطرف؟ عايز رأيي بصراحة. بصراحة اللقبات لما يتطرف يبقى مجرد كلام. سؤالي، هل لا ترى ان في اتجاه لبعض العنف مؤخرا من الاقباط او من شباب الاقباط الذين تثيرهم الاحداث؟ عايز اقول ان في المظاهرات التي قام بها الاقباط، بعض الاقباط، في ناس ركبوا الموجة ودخلوا وعملوا أعمال عنف عمر الأقباط ما يلجأوا ليها. اندسوا يعني. طبعا. ومعروف لدى الدولة ايه الهيئات اللي دخلت، بلاش اتكلم عليهم دلوقتي عشان يهيجوا عليا بكرة. معلش بكلمك بصراحة. لكن معروف ايه الهيئات اللي دخلت، سواء من أحزاب معينة أو طوائف معينة يعني معروفة، أو من جهة مسلمين.